فين؟ هو اختفى راح فين؟ مين ده؟ اكيد عندك مدخن بيشرب شاي. بيشرب شاي؟ ده بابا ما خلص الشاي رغم ان انا زعلانه منه يعني. هو مين طيب؟ لا طارق زياد. طارق زياد برضه تبقى مسامح عليه وروح. استاذ طارق زياده مش موجود. طالب حضور حضرتك. تعال يا باشا هات القهوه معاك الزياده بتاعتك. هات القهوه الزياده يا طارق زياده. اي كلام لا يليق بالصديق المحترم الاستاذ طارق زياده. عشره العمر عشره السنين واول ظهور كنت معاه وهو اول من عرفني طريق الادب واماكن الندوات وكان على طول في ايده فاكر المترو وندوات المترو التحرير والحكومه كانت بتجري ورانا. بس ما بجد الحضور معانا ومعاكم الشاعر الكبير الاستاذ طارق زياده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالسادة المنصة قيمة وقامة. أهلا بحضراتكم السادة المفضلين قيمة وقامة. هو أنا جاي النهاردة مش هقول حاجة. هو أنا جاي من الشغل على هنا على طول. لحظة. أنا جاي من الشغل على هنا على طول أقسم بالله العظيم. بس عشان وعدت أختي نجلاء إن أنا هاجي فكان لازم أجي والله العظيم أنا ما في دماغي أي حاجة. أنا فعلا تعبان جدا جدا مش عشان حاجة. أنا جاي أنا من زمان أنا من نقطة طويلة أول قايل يا جماعة اللي يدعيني يدعيني كمستمع ببقى سعيد قوي لما أسمع وأستمتع لإخوات المبدعين. أنا عندي ثقافة الاستماع بحب أسمع لإخوات المبدعين. يعني أنا مثلا عايش في دنيا تانية لما أسمع سامح حياتي ولا هاني المجموعة ولا يعني المبدعين كبار بجد والله العظيم أنا عم سيد أحمد برضه. فأنا لما أسمع الناس دي كأني غذيت عقلي مش محتاج إن أنا ياما سافرنا كتير بلاد وياما قعدنا على المنصات. مش شرط ان انا اروح ندوة ان انا اقول شعر ولكن يكفيني ان انا استمع واستمتع بقوات المبدعين. ده عندي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. حاجه صغيره مختطفات كده صغيره. هبدا كلامي بذكر الاله ويكثر سلامي على اصطفاه نبينا اللي سامح اللي اذاه عليه الصلاه وازكى السلام عليه الصلاه وازكى السلام. نبينا اللي ساوى ما بين العباد وهادي بنوره طريق الرشاد بينطق باسمه حتى الجماد ويعجز في وصفه كل الكلام عليه الصلاة وأزكى السلام. سبحانك يا رب سبحانك يا رب خلقت لينا الحب يشفي جراح الناس ويزيد جراح الناس وهو نفس الكاس دايما قوي على القلب. سبحانك يا رب. بدور في النهار عن نور ومش شايف غير الاطلال وسايل دم وسط بحور ما ترفع الاذان يا بلال ونادي على اللي تاه منا وليه الكفر سبقنا بنسمع على اللي تاب منهم ونبعد عن امور ديننا. بدور في النهار عن نور. شكرا جزيلا. بس حضرتك كده انا اسف مش عايز اعدي المراسم بس حضرتك كده بخيل على فكره. لا مش عشان كلنا تربى على باب الرسول وزي ما انت استمتعت بيه وعشان استمتع انا كمان. ما تدخلش علينا. ده من الوقت يسمع علينا. ما تدخلش علينا بس معناها جنب الشباك مسرور؟ اه ده المسرور مش صعب. اول طلعه لا 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 ده من اول طلعه بس مش صعب. ده اول طلعه بس والله فاكر فيها والله انا سندويل والله اصل بقالي كتير يا جماعه عشان برضه هو سنه كبر خلاص يا عجوزه.